السلام عليكم. عليكم السلام، حياكم الله سماحة شيخ أحمد الخفاجي. حياكم الله شيخنا الباهي، الله يحفظكم. شو صحتكم؟ شلونك سماحة الشيخ؟ الله يحفظكم ويديم أسكم وشكركم أنتم شيخنا الغالي العزيز. حياك الله سماحة الشيخ أحمد، كنت أبغي أن أخبرك في أمر ما. خدمتكم شيخنا. حياك سماحة الشيخ أحمد، لماذا الإمام علي سلام الله عليه لم يهاجر إلى الكوفة في خلافة الأول والثاني والثالث؟ هل لأنه كان يرى الإسلام قائما كما أراد الله تبارك وتعالى، أم أنه كان خائفا منهم، أم ماذا؟ لماذا لم يهاجر في خلافتهم؟ أنتم من وين تتصلون شيخنا؟ مش إن شاء الله نتعرف فيما بعد إن شاء الله. حياك الله، لماذا لم يهاجر في خلافتهم سماحة الشيخ أحمد الخفاجي؟ وشنو الداعي هذا؟ شنو يفيد الإسلام هذا الشيء؟ هذا يفيد الإسلام بأننا نصدق أن خلافة الأول والثاني والثالث خلافة شرعية، وكان يرضاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. تفضل أجبني، لماذا لم يهاجر في خلافة الثلاثة وهاجر بعد خلافة الثلاثة؟ تفضل. كيف؟ السؤال مو واضح. لماذا علي رضي الله عنه لم يهاجر في خلافة أبو بكر وعمر وعثمان وهاجر بعد موت الثلاثة رضي الله عنه؟ هاجر. نعم، هو ما يفيدكم الشيء، الجواب مش يفيد. الجواب حتى يعلم الجميع أن خلافة هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم كانت خلافة شرعية، بايعهم علي بن أبي طالب، ولا يوجد حاجة اسمها تنصيب، وهذا افتراء وكذب حينما نقول أن الله نصب 12 إماما. تفضل أجل. للأسف هرب ورب الكعبة، هرب ورب الكعبة أحمد الخفاجي. هكذا هم علماء الشيعة. لماذا؟ ماذا ستستفيدون من الإجابة على السؤال؟ أجب وعرف الناس حقيقة المعتقد الإمامي الباطل المخالف للقرآن والسنة. كان معكم شيخ الشيعة البغدادي من بغداد أحمد الخفاجي. اللهم دعوة الشيعة وخذ بأيديهم إلى نور التوحيد.